ومع تصاعد تهديدات الاحتلال، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الكيان الصهيوني من شن أي هجوم على بلاده، وقال إن أي ضربة تستهدف البنية التحتية الإيرانية سيتبعها رد أقوى. ننصح الكيان الصهيوني بعدم اختبار عزم الجمهورية الإسلامية. إذا وقع أي هجوم على بلدنا يستهدف البنية التحتية فسيكون ردنا أقوى. يعلم أعداؤنا الأهداف التي في متناول أيدينا داخل الكيان الصهيوني.